شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. شهد عصر اليوم وبحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وسمو الشيخ فيصل بن راشد الخليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة، نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، سباق الجولة الثانية من سلسلة سباقات بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل، والتي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل برعاية ودعم من مجلس التنمية الاقتصادية وشركة ألمنيوم البحرين ألبا وشركة باتلكو وبنك البحرين الوطني وبنك البحريني والكويت وبنك السلام ومجموعة جي اف اتش العالمية وسايا كورب ومركز البحرين للمجوهرات، وبمشاركة ملاك ومدربين وجياد من مختلف أنحاء العالم، وذلك ضمن السباق 12 لهذا الموسم الذي أقيم على مضمار النادي بالرفة بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو وممثلي الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وقد أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل أن مملكة البحرين تواصل تحقيق إنجازاتها على صعيد سباقات الخيل لما تتمتع به من بنية تحتية ومقومات تنافسية تدعم استمرار البناء على ما تحقق من نجاحات في تنظيم مختلف البطولات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن المستويات المتقدمة التي بلغتها البحرين في رياضة الفروسية وسباقات الخيل هي نتاج الدعم الكبير الذي تحظى به من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وأعرب سموه عن الفخر والاعتزاز بما تمتلكه المملكة من سمعة طيبة ومقومات وإمكانيات تنظيمية وبشرية مميزة شكلت دافعا رئيسيا لمواصلة تنظيم البطولة الدولية للعام الثاني على التوالي، خصوصا بعد النجاحات الباهرة والمكاسب الإيجابية التي تحققت خلال استضافة البحرين للنسخة الأولى للبطولة وكذلك النسخ الأربع الماضية من سباق كأس البحرين الدولي، والتي حظيت بإشادات واكتساب ثقة وسمعة كبيرة من الأوساط العالمية لسباقات الخيل، واستقطبت مشاركات واسعة من الإسطبلات والملاك والمضمرين والفرسان العالميين ومجموعة من الجياد العالمية ذات التصنيفات العالية، مشيرا سموه إلى أن تنظيم هذه البطولة الدولية يشكل إضافة مميزة ترفع من مستوى السباقات الموسمية المحلية التي ينظمها نادي راشد للفروسية وسباق الخيل. وأشاد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بما ظهرت به البطولة من مستويات أداء متقدمة للمشاركين، مهنئا الفائزين بالكؤوس ومتمنيا لبقية المشاركين حظا أوفر في المنافسات القادمة. كما نوه سموه في السباق ذاته بالجهود التنظيمية المبذولة للقائمين على البطولة، والتي برهنت على قدرات مملكة البحرين العالية في التنظيم المشرف لمختلف المحافل الرياضية، معربا عن شكره وتقديره لجميع الرعاة والمساهمين في إنجاح هذا الموسم. وبين سموه بأن بطولة البحرين الدولية لسباق الخيل توفر فرصة مثالية للاستفادة من الخبرات العالمية والإقليمية في سباقات البطولة، مما يساهم في رفع وتطوير مستوى وقدرات الإسطبلات والمضمرين والفرسان البحرينيين وإثراء خبراتهم في مجال سباقات الخيل وإبراز مواهبهم على المستوى العالمي، مؤكدا سموه اعتزازه بنجاحات الملاك والمضمرين البحرينيين وإنجازاتهم في السباقات والبطولات الدولية والعالمية. هذا وتسلم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس شركة ألبا للشوط الخامس من سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا بعد فوز جواد سموه باتل أوف تالس لإسطبل العاديات بالمركز الأول في الشوط الخامس. كما قام الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس شركة ألبا، حيث قدم كأس الشوط الأول إلى مساعد المضمر الفائز نوح الموالي، وكأس الشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة، وكأس الشوط السادس إلى المالك الفائز فراس سامي هاشم، وكأسي الشوطين السابع والثامن إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة. فيما قدم السيد هنفري باتل المؤسس والمدير التنفيذي لمجوهرات هنفري باتلر للمجوهرات الثمينة كأس مجوهرات هنفري إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة.
كما قام الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين ألبا بتتويج الفائزين بالجولة الثانية لسباق بطولة البحرين الدولية، حيث قدم كأس الشوط الدولي الثالث إلى سمو الشيخ هاشم بن محمد بن سلمان آل خليفة، وكأس الشوط الدولي الرابع إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد بن سلمان آل خليفة.